اليوم راح نبلش ان شاء الله ثالث محاضره من منهجنا. شرحنا موضوعين كانت مواضيع جدا اساسيه ودائما تجي بالوزاري. انا بالعاده قبل لا اشرح الموضوع اذكر للطالب اقول له هذا الموضوع دائما يجي وهذا الموضوع لا، يعني اكو سنه يجي سنه ما يجي، او من المواضيع اللي مو دائما تجي. عندكم موضوع الادجكتيفز اندينج وذ ايزي واي ان جي اللي هو موضوعنا لهذا اليوم، دائما وهواي طلاب يعانون من مشاكل صراحه ودائما يحلوا غلط. ليش؟ لانه هذا الموضوع بالاساس او باول هنت اعطيكم عليه اقول لك يعتمد بالدرجه الاولى على المعنى. اذا كان معانيك او رصيدك من معاني قوي راح راسا تستوعب تفتهم من الجمله شو تقول وتعرف شو تختار. اذا كان استيعابك للموضوع او عفوا معاني مو كلش قوي ما راح تقدر تحله. انا اليوم حتى اسهل امر او اسهل الموضوع عليك راح احله او اشرحه بطريقتين. طبعا كل استاذ هسه اذا شفت مثلا ملازم او شفت يوتيوب شرح لهذا الموضوع، كل استاذ عنده طريقه معينه لشرح هذا الموضوع حرفيا، وكل استاذ عن استاذ تختلف الطريقه جذريا، اوكي؟ بس بالنهايه النتيجه واحده. انا حتى اسهل الموضوع انا دائما اشرح بطريقتين، يعني طريقه البروفيشنال اللي هو يعرف معاني ويعرف يميز العاقل من الغير عاقل، واشرحها بالطريقه الثانيه للطالب اللي يقول انا معاني ما عندي، ما اعرف شنو معاني هاي الكلمات، جتني جمله ما اعرف شنو معاني وممكن ان تحدث. نعم بالوزاري يجيك معنى انت ما تعرفه. سو راح ابلش اول شيء من اسمها، صفات تنتهي باي ان جي واي دي. اول هنت او اول ملاحظه اقول لك اياها، هذا الموضوع نهائيا ما له علاقه بموضوع اول واحد شرحته، ما انه والله اي دي ماضي واي ان جي مستمر، هذا من اسمه صفات. بالعاده الصفه ما لها علاقه بالزمن اللي هي به، من اسمها صفه انا بدي اوصفك سواء زمن ماضي حاضر وصف، اوكي؟ فشيل اللي من بالك فكره ادوات الربط، هاي شغله. الشغله الثانيه، انا عندي نوعين من الصفات، نوعين من الصفات. الصفات اللي تنتهي بالاي ان جي مثلا عندي يقول لي بورينج وعندي بورد. بورينج شنو؟ ملان، وبورد ممل، هي نفس المعنى هي ملل، اوكي؟ بس انا عندي هي الصفه تجيني على شكلين، لو تنتهي اي ان جي لو تنتهي اي دي. حتى اوضح لك الموضوع اكثر، الصفات اللي تنتهي بالاي دي تتكلم عن شعور شخص عاقل. عن منو تحكي؟ عن شعور شخص عاقل اللي هو اني، اي فيل بورد، اني اشعر بالملل. اكو هواي طلاب اسمعهم يجي يقول لي اي فيل بورينج، اني ممل. ترى اي فيل بورينج هي غلط، لان انت تشعل من تشعل نفسك اني انسان ممل. فاذا دا احكي عن نفسي ودا اوصف نفسي يجب انه اختار الصفه اللي تنتهي بشنو؟ بايدي. اذا خلي ببالك عاقل ايدي، اذا احكي عن شيء عن شعور او مسبب الشعور شيء غير عاقل، اذا احكي عن شيء غير عاقل كان يكون فيلم، كان يكون بوك، كان يكون ثينك، شيء غير عاقل، هذا شو راح اختار له؟ اي ان جي اللي هي غير عاقل. راح تقول لي احتمال انه الاي ان جي توصف اشياء توصف شيء عاقل، احتمال هذا مسبب الشعور يرجع لي، قاعده مو ثابته، لكن منهجنا العفو راح اجي اقول لك ايدي عاقل، اي ان جي غير عاقل. سيبت هاي المعلومه؟ سيبتها. هسه امشي وياي. بورينج وبورد هي نفس الصفه، لكن عندي تنتهي باي ان جي قلنا لغير العاقل، وعندي تنتهي بالاي دي للعاقل. انترستد انترستنج، وات ذا مينينج اوف انترستنج؟ انترستنج شيء ممتع، انترستد مهتم، انا مهتم بشيء فلان شيء الفلاني. فرايتنج وفرايتنج، فرايتنج تجي معناها انه اني خايفه من موضوع معين، فشي هذا الشيء خايفة من عنده. فرايتنج هذا الفيلم مخيف، أو هذا الشيء مخيف، هذا الكتاب روجني، أو يعني إلى آخره، تمام؟ من أي جهة هسه أنت فهمتها بصورة عامة؟ فهمت شنو معنى أي إن جي تجي غير عاقل؟ فهمت إيدي شعوري أنا تجاه الأمور أو الأشياء؟ أجي أحل جملة كلش واضحة. This book is، انا عيما دا احكي عاقل او غير عاقل، كتاب غير عاقل، اذا راح اقول هذا الكتاب بورينج لو بورد مباشرة راح اقول اي ان جي. ليش؟ كتاب، كتاب هو شيء غير عاقل. اثنين هاي من الجمل اللي دائما تجي بالوزاري وهواية تلاحظون بعض الاساتذة على اليوتيوب وعلى الملازم حلوها غلط صراحة مع الاسف. من اهم الجمل اللي دائما يجي اني الطالب ست هاي شلون حلها كذا لو كذا، هو انا صراحة اشرح لك اياها من غير ما اقول لك الحل راح انت تميز، لان جدا واضحه.
وحرفيا هواية اساتذه حاليا غلط حتى بالملازم مالتهم. ركزوا لي ماما، وي وير، منو وي وير؟ نحن كنا. انا ما اجي اقول لك والله عاقل غير عاقل الا واحد، يعني اجي طالب يقول لي انت قلتي عاقل يعني مفرد يعني هي شي اي، زين ليش بعد وي وذي؟ نفسها امه هي هاي اشخاص، مجموعه من اشخاص عاقلين. نحن كنا. وي وير فيري فرايتند اور فرايتنج. وين هاي الوين مالك علاقه بيها؟ يجي شي يقول لي إيه قبلها اي ان جي، الوين يجي قبلها كونتينيوس فاختار اي ان جي. اول ما حكيت قلت لك مالك علاقه الوين والوايل والاز، لاني ما هي علاقه بهذا الموضوع. هذا صفات تعتمد على انه انت تحكي شعورك انت لو عن شيء غير عاقل. اجي وي وير فيري فرايتند اور فرايتنج وين اور كار بروكن داون ان ذا ديزرت. كنا كلش خايفين لما سيارتنا broken down عطلت in the desert بالصحراء. زين من الخايف؟ أنا وسيارة أنا الخايفة. إذا شو راح أقول we were frightened، كنا خايفين. لو frightened مباشرة شو راح تختار لي؟ easy. لما أقول لك ليش راح تقولي لأنه ده نحكي عن شعورنا إحنا كنا خايفين، إذا راح نختار easy. تمام؟ بصورة عامة هو هذا الموضوع اللي أنا حكيته. ايدي عاقل، اي ان جي غير عاقل. تجيك هواي جمل بعدين راح احط لك اياها وراح احل لك اياها. انا هسه دا اشرح بالطريقه الاولى لحد الان ما بلشت بالطريقه الثانيه اللي هو تقول لي اني ما اعرف شنو معنى فرايتن، شنو معنى سياره، شنو معنى دازرت، شنو معنى بورينج. هاي بعد لحد الان ما جيت على الطلاب اللي نقدر نقول 1% 2% رصيدهم بالمعاني. نيجي على شغله ثانيه بعدني دا اكمل. كل اللي حكيته اني انه ايدي غير عاقل، سوري اي ان جي غير عاقل. ما عدا الصفه هاي خلي لي اياها ببالك، ما عدا الانترستد والانترستنج. اذا لقيت الانترستد والانترستنج بالجمله شويه اصفر لي عليها قبل لا تحل. انا هنا اذا جاء بعد الانترستد والانترستنج ان انسالي هذا الحكي اللي حكيته من الشوف هاي القاعده. اذا شفت بعد الفراغ اجاني بريبوزيشن اللي هو حرف جر، على الاغلب بالسادس ما يجيب لك غير الان. تمام؟ ما يجيب. انا اقدر اقول لك ان اون ات واي بريبوزيشن، بس انت بالمنهج مالتك دائما يجيب لك ان. انترستد انترستنج اذا اجى بعد الفراغ مباشره مو والله ورا كلمتين ثلاثة لقيت لي ان ذا هاوس تقول لي هيا هاي ان خلاص هي قالت انا حكيت. مباشره اذا لقيت بعد الفراغ ان ايش تختار لي؟ الصفه اللي تنتهي بالايدي. اذا لقيت ان مباشرة الصفة اللي تنتهي بالإيدي، غير ذلك ايش تختار لي؟ ING. إذا أريد أكتبها على شكل ملاحظة هنا شو راح أكتب لك إذا جاء بعد الصفة interesting والinterested حرف الجر إن يكون الاختيار ايدي، اما غير الان شي يكون اي ان جي. سيبها يمك، سيب لي اياها ورقه وقلم اكتب وياي. اذا ان راح اختار ايدي، اي كلمه ثانيه غير الان ايش راح اختار؟ اي ان جي. غير ذني الجملتين ما تجيك. تمام؟ اكو جمله ثالثه راح اكتب لك اياها بالوزاريات. يقول she isn't very interesting or interested in fashion. ايش عندي هنا انا؟ ان ايش راح اختار؟ مباشرة ايدي. اوكي؟ اذا عندي interesting و interested وراها ان، مباشرة اختار ايدي. اوكي؟ اثنين he is a very interesting لو interested person. اجاني ان؟ لا، ايش راح اختار؟ ing. تمام؟ إذا هذا الموضوع بصورة أبسط ما يمكن إنه أنت تفتهم الموضوع. إجيت قلت لي أني أوكي خلاص يعني عرفت الموضوع وفهمته. إجا القسم الثاني اللي هو اللي قلت عليه اللي رصيدهم من المعاني جدا جدا قليل. إيش راح أسوي؟ راح أعطيك طريقة ثانية لحل هذا الموضوع. أول ما راح أحكي راح أكتبك هنا هنت صغير أو قاعدة صغيرة أحفظ لي إياها ببالك. باع علي. راح اكتب الملاحظه بالنسبه لجماعه اللي معناهم مو زين باعوا. الحكي اللي قلته هذا كله تنسوه، راح اجي اكتب هاي الملاحظه تمشون عليها. شنو هي؟ اذا كان
الفاعل عاقل ويأتي بعده فعل مساعد يكون الاختيار دائما إيدي. إجيت بوعد he is, she was, they are. فاعل عاقل ويجي وراء فعل مساعد تختار إيدي. ما عدا ما عدا إذا أتى بعد الاختيار ولا الاختيار أنت أوكي شفت عاقل بس إذا لني ثلاث كلمات مو موجودات إيدي. إذا لني ثلاث كلمات راح أكتبهم هسه موجودات دير ورقة خالي إيدي خالي ING. شنو هاي الثلاث كلمات؟ person boy girl. أعيد إذا كان الفاعل مالتي عاقل عاقل يعني she he they we you عاقل يجي ويا شنو الفعل المساعد مالته they are they were she was تمام she is هذا عاقل يكون الاختيار دائما شنو هو ايدي بس قبل تختار لي ايدي تباوع لي ورا الفراغ ورا هاي القوسين الكلمتين اذا ذني ثلاث كلمات ما اختار ايدي شختار ing. تعال عيد لي هاي القاعده حش اللي حكيتيها سعال كلمات الجمل اللي حكيتي لي اياها اجي شو اقول لك اقول لك this book is ما العلاقه هذا غير عاقل اوكي ING. نانا راح اطبق القاعده اللي حكيت لك اياها we were فاعل عاقل فعل مساعد ما تشبيه هم عاقل frightened or frightened الحش اللي حكيتها انا اذا كان الفاعل عاقل والفعل المساعد مالته موجود راح اختار ايدي ابغى ورا الفراغ عندي بيرسون لا عندي بوي لا عندي جيرل لا اذا حلي سليم تمام. اجي على موضوع الانترستد والانترستد شي از شبي هذا فاعل عاقل اجا ويا فعل المساعد مالته اي اجا الفعل المساعد مالته اذا ورا الفراغ ابغى بيرسون لا جيرل لا بوي لا راح اختار ايدي. اجي هنا هي هاي كلش مهمه هي از فاعل الفعل ما عفوا فاعل عاقل اجا ويا الفعل المساعد مالته عندي ايدي وعندي اي ان جي على الحكي اللي حكيته انا المفروض ايدي بس ابغى ورا الفراغ ايش عندي اذا عندك بيرسون اذا عندك بوي اذا عندك جيرل لازم تختار لي اي ان جي. اذا القاعده ما سليمه ولا مو سليمه سليمه المن الجماعه اللي يجي يقول لي انا معناها المعنى ماتي ما اعرف وش ما اعرف لا تقولي لا تقولي انا اقدر احدد لك اقدر انا اعرف شنو الكلمات اللي دائما تجي بوزاري اقدر اجي احط لك خانه واكتب لك بها يابا الاشياء اللي تجي هي think الاشياء اللي تجي book تجي life تجي film تجي هاي الشغلات اللي احنا نعرفها راح تعرف ايش تختار انت لكن انا سهلت لك الموضوع شرحت لك يا طريقتين يعني ما خليت لك اي مجال تقول لي اني ما اعرف اني ما فاهم يعني شنو فاهمية طريقتين طريقك اياها اذا كان معناك مو زين واذا كان معناك زين تمام. هسه راح اجي اخلي وزاري على البورد وايضا اجي احل بالطريقتين اذا كان انت من جماعه معناك زين وإذا كانت من اللي معانيهم مو زينة. هسه راح نرجع على أهم الأسئلة الوزارية، اختاريت أكثر الأسئلة الوزارية اللي جاية حتى نوضح حسب القاعدة اللي حكيتها قبل شوية أو حسب الشرح اللي شرحته. أول شيء عندي جملة تقول What's the most excited or exciting thing have you ever done؟ من أجي أنا أبغى على الجملة مبينة يقول لي شنو أكثر شيء بحياتك شيء أنا قلت إذا عندك كلمة think إذا عندك كلمة life إذا عندك كلمة film book أشياء غير عاقلة شنو أكثر شيء مشوق سويته بحياتك أو تحمست بحياتك راح أجي مدام شيء غير عاقل إذا إيش راح أختار exciting ing اثنين my flight من أكثر الجمل اللي دائما أنطيها طلابي حلوها غلط ليش لكونهم ما يعرفون what's the meaning of my flight يعتمد والله my عاقل خلاص يعني أنا لا flight معناها رحلتي الرحلة مالتي was tired or tiring because it was أكبر دليل لو ما عرفت أني معنى أكبر دليل على أنه my flight شيء غير عاقل كان ما ذكر لي إياه المرة الثانية وقال لي it because it was 12 hours flight كانت كلش متعبة رحلتي كانت متعبة مو أنا كنت تعبانة لو أنا اللي كنت تعبانة كان قلت I feel tired أوكي إذا راح أجي أقول my flight was tired or tiring
My flight was tiring. إذا حسب القاعدة اللي حكيتها قلت لك لازم يكون فاعل عاقل، فعل مساعد يكون أيضا مالته حتى نختار إيدي. أنت عندك الفاعل مالته غير عاقل إذا نختارينه tiring. I saw a very exciting or excited film. شو عندي هنا أنا؟ عندي فيلم. هاي أولا. ثانيا هواية طلاب شي يسوي يجي يعتمد على الفاعل، يقول لي ما دام الفاعل I أو he أو she، إذا أنا قبل أختار إيدي أمي انتبه على الجملة. I saw a very، هو من هو ال very؟ لا أحكي عن نفسي لو على الفيلم، على الفيلم هو كان excited لو exciting، إذا راح أجي أقول exciting film on TV. إذا على القاعدة اللي حكيتها أنا ما عندي فاعل عاقل والفعل المساعد مالته عندي رأسا فعل مبلش إذا ما ينجي. It was the most frightened or frightening day of my life. وجاني يوم. إذا على المعنى يوم، وإذا على الطريقة الثانية فاعل غير عاقل، فعل مساعد لكن غير عاقل. إذا ing الطريقة أنا أسمن حليت شرحت لك إياها على الطريقة اللي أنا نطيتها. إذا أنت مستحيل يعني كتغطية أعتقد غطيت الموضوع بشكل تام. أنت كل اللي عليك تشوف الفيديو تعيده مرة مرتين، ورقة قلم إيدك سيب الملاحظات. إضافة إلى هذا إذا حسيت إذا أحكي سريع، وهي المشكلة عندي أنا أحكي سريع إنجليزي أحكي سريع عربي، أنت شو تسوي؟ سوي slow للفيديو وتابعه. So أني I will start here today. Bye bye.